اختارت النجمات إطلالات مختلفة لتظهر بها على ريد كاربت. بعضهن تعرضن للانتقادات بسبب الإطلالات الغريبة، والبعض الآخر أشاد الجمهور بجمال إطلالتهن وتنسيقات الألوان بطريقة عفوية. إليكم في هذه الحلقة أبرز إطلالات النجمات على ريد كاربت حفل الختام. كانت فيدرا من ضمن الإطلالات التي لفتت الأنظار في حفل ختام المهرجان، وصدمت الجمهور بإطلالة غريبة كانت عبارة عن أكمام كبيرة منفوخة مع فستان ضيق من اللون الأسود، وزادت غرابة الستايل الذي ظهرت به بعدما اختارت تسريحة شعر غريبة. اختارت بسنت شوقي فستاناً ذهبياً لامعاً من تصميم رزاديو بفتحة صدر طويلة على شكل V، وجمعت شعرها كعكة للخلف بطريقة بسيطة. ورغم بساطة هذه الإطلالة لكنها تعرضت لبعض الانتقادات، حيث رآها البعض أنها إطلالة لا تناسب عمرها. تألقت نيكول سابا بفستان تايجر من ألوان البيج، كانت قد ارتدته منذ 19 عاماً في العرض الخاص بفيلم التجربة الدنماركية مع الزعيم عادل إمام، واستطاعت أن تضيف بعض التعديلات التي جعلته يبدو بمظهر مختلف. ارتدت ميان السيد فستاناً أنيقاً في فعاليات حفل الختام، حيث فضلت ارتداء فستاناً فخماً من اللون البينك، وكان الجزء العلوي مصنوعاً من الستان الناعم البسيط، أما باقي الفستان فكان مليئاً بالتطريزات التي أعطت للفستان فخامة وروحاً مميزة، وأشاد جمهورها بهذا اللوك وشبه البعض الفستان بفساتين الخطوبة. تألقت شمس الكويتية برفقة الفنان خالد يوسف على الريد كاربت، وظهرت مرتدية فستاناً أسود فخماً، وفضلت أن يكون الجزء السفلي من الفستان منفوخاً بطريقة عصرية لتعطيها إطلالة تشبه الأميرات. ارتدت هنادي مهنا فستاناً من وحي نجمة الزمن الجميل، حيث ارتدت فستاناً من اللون الموف الفاتح، وفضلت أن يكون معه قفاز طويل في يد واحدة، ونسقت معه إكسسوارات من اللون الفضي.